خبرت الجمهور ثم النقاد، يعني الاثنين. انا عمري في حياتي ما تجاهلت رأي النقاد. انا بعتبر النقاد هم ضميري الفني، وانا احب ان اكون انسان متصالح مع ضميري. يعني في نجوم كتير بعد نجاحهم خصموا ضميرهم، قال لك انا ما مش عايز اسمع لحد، انا اهم حاجه الجمهور، وانا عملت عقد بيني وبين الجمهور على حاجات معينه ان انا اساعده. صح، فهي الصح فاكر الكلام ده. فهي الفكره في ان الناقد انا عمري في حياتي ما تجاهلتهم في حياتي كلها، بسمع منهم بشكل كبير. في حاجات ساعات ببقى اعذرهم فيها، لان في الاخر هي اعمالك اللي بتحدد او بتشكل ملامحك. ففي كتير نقاد هم تايهين حتى اللحظه دي، بسمعهم اقعد بتفرج عليهم، هم مش عارفين يوصفوني اصلا. يعني هم لان هو لسه الرسمه لم تكتمل. هو ايه رصيد محمد رمضان؟ هو النجاح الحمد لله رب العالمين، ولكن لما تيجي تبص الرصيد هتلاقي ما فيش. خبرت أقوى موقع فني في مصر.